حمل تطبيق شرطة دبي من متجر التطبيقات، ثم قم بفتح خدمة أبحر بأمان من الصفحة الرئيسية. يرجى تسجيل الدخول باتباع الخطوات التالية. يمكنك ومن خلال القائمة الجانبية إضافة تفاصيل الوسيلة البحرية وبيانات الاتصال في حالة الطوارئ، ومن ثم استخدامها في كل رحلة. كما بإمكانك إضافة تلك المعلومات عند البدء باستخدام الخدمة من خلال أحد الخيارين التاليين: تخطيط الرحلة أو تتبع المسار فقط. تخطيط الرحلة يستخدم في حال كانت لديك معلومات وخطة واضحة عن الرحلة ومسارها. بعد تحديد عدد الأشخاص في الرحلة، يتيح لك التطبيق إمكانية إدخال بيانات اتصال بعض الأشخاص لإبلاغهم عن حالة رحلتك في كل مرحلة. تتبع المسار فقط يستخدم هذا الخيار في حال لم تكن لديك معلومات واضحة عن الرحلة. بإمكانك الاتصال للحصول على الدعم أو طلب استغاثة في الحالات الطارئة.